بالتأكيد مشكلة تكدس الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في القاهرة في منطقة ضيقة جدا، وده بيسبب تأخر الموظفين عن عملهم وبيسبب الاختناقات المرورية الكبيرة وبيسبب مشكلات كتيرة جدا دي بيعاني منها الجميع. الحقيقة مش قطاع واحد بس ومش جهة واحدة بس. مسألة نقل الوزارات خارج الكتلة السكنية المكتظة كان ضروري بل كان حتمي. مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو علاج للأزمة دي من خلال إنشاء الحي الحكومي اللي هو مقام على مساحة 550 فدان، يعني حوالي 4.8 مليون متر مربع، وفي 36 مبنى، 34 مبنى منهم الوزارات ومبنى خاص بالبرلمان وواحد خاص برئاسة الوزراء. النهاردة الخبر الجميل أعتقد هيكون مبشر بالنسبة لكتير جدا مننا، وزارة التخطيط أعلنت أنه عملية نقل الموظفين أخيرا بقى العاصمة الإدارية الجديدة هيتم في عام 2020 زي ما تم الوعد. بالمناسبة معانا دلوقتي على التليفون أستاذ رامي جلال المستشار الإعلامي المتحدث باسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. مساء الخير أستاذ رامي وأهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. عملية النقل تم الإعلان عنها 2020، هل هيكون نقل كامل لكل الجهات الحكومية ولا هيكون ده بجدول زمني يتم بالتراتب يعني بشكل تدريجي؟ لا، هو مبدئيا بس عايزين نطمن الناس لأنه أحيانا بعض الأخبار بتتداول بتسبب نوع من أنواع الذعر غير المبرر بين خصوصا يعني زملائنا الموظفين. القصة ببساطة ان العاصمة الإدارية زي ما حضرتك تفضلتي حتمية علشان القاهرة تعرف تعيش، القاهرة تختنق، وبالتالي احنا محتاجين هذا المشروع دي من حيث المبدأ. من حيث التنفيذ من سينقل هم الجماعة الموظفين او قطاعات الموظفين الموجودين اصلا في القاهرة فقط. الكتلة الأساسية من الجهاز الإداري متواجدة في المحافظات وفي المحليات، دول ما لهمش علاقة أصلا بالموضوع ده مبدئيا. من سينقل هم الإخوة السادة الموظفين الموجودين في القاهرة. طيب هينقل منهم قد إيه وإمتى؟ حضرتك تفضلتي بالميعاد في 2020، طبعا نتيجة إنه في تأكيد من سيادة الرئيس إنه لا يمكن نقل السادة الموظفين إلا بعد اكتمال شبكة الطرق وبعد اكتمال المساكن للي عايز يسكن هناك وما إلى ذلك. في 2020 هو ميعاد مناسب لاكتمال هذه الإجراءات. الأمر الثاني العدد التقريبي اللي هينقل بالكامل من كل الوزارات والجهات التابعة للوزارات حوالي 50,000. عارف حضرتك إن بعض الوزارات 50,000 موظف يا فندم؟ يا فندم 50,000 موظف. عارف حضرتك إن بعض الوزارات لها جهات تابعة لا يمكن أن يعني يستمر العمل ويستقيم إلا بوجود هذه الجهات، وبالتالي كل وزارة من هذه الوزارات تحتاج إلى تمثيل لجهاتها التابعة معاها في العاصمة الإدارية. ولذلك من سينقل هم موظفي الوزارات والجهات التابعة للوزارات من في نطاق القاهرة. جميل. طيب هل هينقلوا مرة واحدة أستاذ رامي ولا هيكون ده بالتدريج؟ يعني 50,000 موظف في موعد واحد هيبدأوا العمل من العاصمة الإدارية الجديدة من مقرات الوزارات بتاعتهم، ولا هنبدأ وزارة وزارة أو مؤسسة مؤسسة؟ لا، هو في دراسه دلوقتي بتتم علشان تجيب يعني على سؤال حضرتك باسرع وقت، لكن هو الطرح اللي موجود دلوقتي يعني ده محل دراسه ما زال. احد حلين موجودين، اما ان ينقلوا مره واحده واما ان مش ينقلوا زي ما حضرتك تقصدي يعني وزاره وزاره، لكن ان تنقل قطاعات من كل الوزارات مره واحده، يعني مرحله اولى من كل الوزارات ومرحله ثانيه. هو ده لسه قيد الدراسه، يعني قريب جدا هيكون عندنا اجابه لهذا السؤال. لكن بشكل عام بنطمن الناس الموضوع ما فيهوش اي حاجه، الموضوع العاصمه الاداريه دي حتميه، العاصمه الاداريه مشروع عظيم مصر بتنجزه وهتنجزه ان شاء الله. هم نفسهم هيرتاحوا من الانتظار في الزحام بالساعات يعني في الاماكن المكدسه وفي الاماكن، يعني لما كنا بنروح ماسبير واحنا الشارع الكورنيش ده كان ممكن يعني ده العطله اليوميه ما لا يقل عن ساعه الا ربع، احنا واقفين بس في نفس المكان من الزحام. وده يخليني بقى اكلم حضرتك على النقطه الثانيه، فكره التنقلات او المواصلات ومساله السكن كمان، دي هيتم اخذها في الحسبان؟ هو طبعا قصه السكن ممكن يسال فيها زميلي العزيز الاستاذ هاني يونس تحدث باسم وزاره ده هيبقى معنيه بيه وزاره الاسكان. كان وفي كل الاحوال طبعا في يعني نطاق واسع ومدى واسع انواع السكن موجود في العاصمه وما حولها بتلبي احتياجات كل الفئات يعني. اما المواصلات وشبكه المواصلات وشبكه الطرق التوجيه بانه لا يتم النقل الا مع اكتمالها، لانه يعني انا مش يعني اكيد ان الحكومه مش هنصعب على الموظفين الانتقال. ايوه القصه بمنتهى البساطه
ان ده مشروع كبير وهيتم ان شاء الله في وقته اللي الدوله صحيح. المصريه وعدت فيه، وهو ماشي في طريقه ان شاء الله. احنا اكيد متابعين مع حضراتكم وكل ما يجد جديد هيكون معانا. بشكرك جزيلا استاذ رامي جلال المستشار الاعلامي والمتحدث باسم وزاره التخطيط.